السلام عليكم، عندنا رياضيات أول متوسط، تأكد من فهمك صفحة 48. كمان السؤال الثالث. هسه نجي إلى السؤال الرابع. قطعة حديد على شكل متوازي سطوح مستطيلة، قاعدتها شلون؟ قاعدتها مربعة مربعة، طولها 10 وارتفاعها 120. إذا تم تصغير بمعامل 1/10 جد حجمها بعد التصغير. خلي نكبر الكاميرا. انتبهوا علي بالسؤال. مكتوب هي متوازي السطوح، القطعة متوازي السطوح، بس القاعدة يعني هذا متوازي السطوح. ارسم لكم اياه. هذا متوازي السطوح مستطيل هو، بس القاعدة مالته مربعة. القاعدة مالته مربعة، ما زال مربعة. شنو أقول؟ تعتبر هاي مساحة. القاعدة مال، إذا سمعنا كلمة قاعدة مربعة الشكل هي جوة، بس الفوق متوازي، أطلع أقول مساحة المربع. أقول مساحة المربع شنو هي؟ قانون مساحة المربع، طول الضلع في طول الضلع، أو طول الطول الطول طول الضلع طول طول الضلع في نفسه. يعني إش قد قاعدة طولها؟ إش قد طولها؟ 10. أقول 10 في 10. شنو أقول؟ أقول 10 إن في نفسه. 10 في 10 إش قد؟ 100. ها شنو هاي؟ هاي مساحة القاعدة. هاي من هي؟ هاي مساحة القاعدة. مساحة قاعدة شلون تكون؟ مربعة. زين، هسه رايدين جد حجمها بعد التصغير. تصغير راح أطلع حجمها قبل التصغير، بعدين حجمها بعد التصغير، قبل وبعد. هسه راح أسوي قبل. إذا شنو أقول؟ أقول في يساوي L في L، يعني الطول في نفسه، في H يعني شنو الطول في نفسه؟ يعني الطول صار ويا قاعدة. القاعدة شنو بيها؟ القاعدة مربع بيها طول، الطول يساوي العرض. يعني هذا مربع، هرسم هذا مربع، طوله يشبه عرضه، طوله باعوا نفس الطول. ماشي؟ يعني هذا 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10، ايش معناته؟ الطول يشبه العرض. اذا اقول V الحجم L في L في H. ايش قد طلعنا L في L؟ ايش قد طلعنا؟ طلعنا 100. احط جواي يساوي 100 في، ايش قد الارتفاع بالسؤال؟ وارتفاعه 120. أقول 120 إيش قد يساوي لي إذا أضربهن؟ أنزل الصفارة كلها ثلاثتهن، 12 في 1 12. هذا سنتيمتر مكعب. ليش مكعب؟ لأن أقول حجم، حجم منه؟ حجم القاعدة. دا أمشي المربعة، دا امشي على المربع. اني هذا شوف، ها شنو هاي؟ هاي قبل، ها شنو هاي؟ هاي المساحه، هاي قصدي حجم الاصلي. هذا حجم الاصلي، حجم الاصلي قبل التصغير، قبل التصغير. هسه شنو اسوي؟ هسه شنو رايدين؟ بعد التصغير، هسه بعد التصغير في و في فتحة. شنو فتحة؟ يعني شو اسمه؟ تغير الحجم، تغير الحجم.
يساوي لنا شنو قانونه؟ كي تفعيل في يساوي لنا كم كي؟ ثلاث مرات، يعني كي في كي في كي في في. هسه اسويها على شكل ارقام، يساوي واحد على عشرة في واحد على عشرة في واحد على عشرة. ألف وميتين هذا الحجم الأصلي، قصدي 12000، قصدي 12000. إيش راح يساوي لي؟ واحد على عشرة، واحد على عشرة، واحد على عشرة، هذا شنو؟ يطلع لي واحد، واحد على ألف، واحد على عشرة، واحد على عشرة، واحد على عشرة، يطلع لي واحد على ألف، يساوي لي واحد على ألف في شقد؟ ألف وميتين، ألف وميتين. الصفارة على واحد، الصفارة أشيلها كلها ويا ثلاث صفارة، تبقى لي 12، يساوي لي شنو؟ يساوي لي 12 سنتيمتر مكعب. ليش مكعب؟ قلنا لي أن أكو حجم، أي شيء حجم أحط له مكعب. شنو هذا؟ هذا بعد التصغير، هذا بعد التصغير، بعد تصغير. هذا كل الحل، وبسيط وسهل. شوف شو الحل وسهل. شكرا.